ومعنا السيد كريستوفيدس، وهو هنا من ضمن فعاليات أسبوع العودة إلى الجزور من أرض الأسكندرية. سيد كريستو، عايز أسألك، أول ما سمعت اسم العودة إلى الجزور وذكريات الماضي افتكرت إيه بالظبط؟ يعني علشان البروجرام النوستوس، يعني حضرتك لما سمعت علشان البروجرام النوستوس فكرت مش بس أنا، كلنا اللي بيعيشوا في اليونان اللي هترجع في بلدنا، علشان كلنا مولودين هنا في مصر، وأبونا وأمنا مولودين هنا، يبقى احنا ايه؟ احنا مصريين. المهم اللي احنا بيحب البلد ده المهم. لما واحد بيحب البلد كل الباب بيفتح، علشان باين في الوشينا اللي احنا مصريين وبس مصريين. عايز اسألك، لما عرفت بالعودة إلى الجزور وأسبوع العودة إلى الجزور في الأسكندرية، أنت كنت فين وعرفت بالفعاليات دي إزاي عشان تقدر تيجي هنا وتشارك من ضمن فعاليات وأنشطة الأسبوع ده؟ يعني أنا سمحت منين؟ جفتنا مش بكلم كويس عربي، الست مجرم وقال لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عاوز اعمل البروجرام نوستوس علشان اليونانيين المصريين. لما سمعنا احنا من نادي كلنا فرحانين، علشان زي ما قالت لكم قبله بيحب البلد، وكان كلنا عارف اللي هترجع في بلدنا، مش هتيجي زي التورست، هترجع في بلدنا او في الاسكندريه او في مصر او في المنصوره، هترجع في بلدنا ده المهم. تمام. هل في اعتقادك او في نيتك عندك رغبه من ان انت ترجع تعيش في الإسكندرية أو في أي محافظة من المحافظات المصرية، ترجع تعيش هنا على أرض مصر من تاني حتى بعد سنين؟ في المخ بتاعي عندي حاجة واحد بروجرام، علشان أنا عندي ناس من الفاميليا بتاعن اللي بيعيشوا في مصر، اللي عندهم فاكتوريز واللي في المخ بتاعي ترجع، يمكن في الاثنين في الثلاثة سنين ترجع، ده المهم. المهم اللي البلد بتروح قدام، ودلوقتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي البلد بتروح قدام. طيب اخيرا انت حابب تقول ايه من الاسكندرية بعد سنين انت كنت غايب عنها ورجعت النهاردة على اساس ان انت تشارك في اسبوع العودة للجزور وتستعيد ذكرياتك؟ حابب توجه الرسالة لمين؟ عايز تقول ايه؟ انا كان عاوز اقول اللي انا بتيجي كل سنة في الاسكندرية، كل سنة واحد مرة، وال يعني بتيجي انا علشان ما عنديش اصحاب كتير، بس ايه انا بحب البلد. وكمان في اليونان لما بتسالني ليه بتروح كل سنه في الاسكندريه، انا بترد حضرتك بتروح في القريه بتاعتك اللي في اليونان، بتقول لي ايوه انت عندك ها انت انصر زي بالظبط، لازم زي واحد يعني مصري مصري ومش واحد يوناني مصري.